أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض الدورة الثانية وما يسمى بفروض المرحلة الثالثة، يعني الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى الرابع، هنشوفوا نموذج للفرد رقم واحد الدورة الثانية المستوى الرابع مادة اللغة العربية. النموذج كالعادة ألقاه على شكل PDF. إذن بالنسبة لنموذج مادة اللغة العربية كيكون فيه واحد النص، هذا النص خاصكم تقرأوا قراءة جيدة، بعدها تجيبون على الأسئلة. وبالنسبة لأجوبة الأسئلة كاملين في النص، إذن حاولوا ركزوا في النص اللي هنقراو. إذن بالنسبة عنوان النص ومعرض مكناس، نقرأ النص بعدها نجيب على الأسئلة. إذن لنبدأ القراءة. ما يشدني دائما إلى هذا المعرض تنوع أروقته وكثرة زواره وغنى معروضاته وتمثيله لمختلف القطاعات والجهات الكبرى. ففي مدينة مكناس الزيتون من كل سنة وخلال فصل الربيع تلتئم التعاونيات والمقاولات من مختلف القارات لتخلق فرصا حقيقية للتجارة والأعمال لفائدة آلاف العارضين ينتمون إلى أكثر من 100 دولة. تزار أروقة التعاونيات في الأحياء وتسحر عيون الزوار لتشهد على مجهود عظيم يبذله الفلاحون والفلاحات والصانعون والصانعات تنويعا للمنتجات المحلية المصنعة وغير المصنعة من مختلف الأصناف، خضر وفواكه كالتفاح والبرتقال وزيتون وزيوت وتمور وعسل وحليب. أما أروقة الأبقار والثيران والخراف والجمال فتجذب إليها الصغار كما الكبار الذين يجدون فيها ما يلبي فضولهم ويشبع رضاهم، ثم ليلتقطوا صورا للذكرى مع أجودها سلالة وأكبرها حجما وأجملها قواما. إذن بالنسبة للنص فهو كيتحدث عن معرض مكناس. بالنسبة للمعرض فهو معروف كينظمو كل سنة وكيكون فيه أروقة متنوعة اللي كيجي هذاك العارضين كيعرضوا السلع ديالهم المنتجات ديالهم. كاين أروقة خاصة بالخضار، كاين أروقة خاصة بالفواكه، كاين كذلك ما يخص يعني الأبقار والتيران والخراف. وبالنسبة لهذا المعرض كيزوروا الناس من العالم كامل وكذلك يزوروا الصغير والكبير نظرا للتنوع ونظرا لكثرة إذا التنوع ديال الأروقة ديالو. إذا وكيجيب كذلك الجديد. إذا عنده أجوبة النص. إذا السؤال الأول، اقرأ النص قراءة تراعي شروط قراءة سليمة. إحنا قرينا النص. إذا انتقلوا السؤال الثاني، ولون بطاقة المرادف المناسب لكلمة تسحر. تسحر عيون الزوار، إذا تسحر معناها تشبع أو تجذب أو تفتن. إذا هنايا المعنى، إذا هنا دائما المعنى خاصنا نشوفه على حسب النص. إذا تسحر، إذا تجذب عيون الزوار، إذا كيتأتيغاو كيمشيو مثلا هاد الرواق ديال مثلا ديال المنتجات تجذب عيونهم، يعني تسحر عيون يعني تجذب عيونهم. إذا الجواب الصحيح هو تجذب. انتقلوا السؤال الثاني أو السؤال الثالث، وحدد عائلة مفردات كلمة معرض. ما معنى؟ إذا ردوا البال هنا عائلة مفردات، عائلة يعني نفس الكلمات اللي عندهم نفس يعني نفس الأصول ديال فعلة، يعني العين والراء والضاد. هنا عندنا معرض عرض، إذا ممكن نقولوا عائلة كلمة لا فامي ديالها العائلة ديالها، يعني نفس الكلمات اللي عندهم نفس الحروف الأصلية. نعم، إذا عندنا معرض ممكن نبداو بأول فعل اللي هو عرض. إذا عرض سلعة، إذا نكتب بالعربية، إذا ع عرض، إذا ع ر د، إذا عر عرض. إذا ممكن نكتبو دائما بالنسبة لعائلة الكلمة كنكتب الفعل الماضي في المضارع، ممكن نكتبو في الأمر اسم فاعل اسم مفعول، لكن عندنا اسم مكان اسم زمان، يعني ما له علاقة بهذاك الفعالة الوزن فعالة. إذا ممكن نكتبو عارض عارض، إذا ممكن نكتبو عرضا مثلا عرضا، إذا عرض أو عرض، إذا عرض، إذا نشكلوها باش يبان الفرق، عرض سكون هنا، إذا عرض، إذا ضمتين. نعم، إذا ننتقل، إذا يعرض ممكن نكتبوها، إذا جميع الكلمات عائلة الكلمة الذي عندها علاقة بعين راء ضاد، إذا فعالة. إذا نمشي السؤال الرابع، ما الذي يشد الكاتب إلى معرض مكناس؟ إذا دائما كيكونوا بحال الأسئلة، يعني مثل هاد الأسئلة كناخذ الجملة
يشد الكاتب إلى معرض المكناس ورجع النص. إذا يشدني، إذا الكاتب اللي كيهضر على راسه، ما يشدني دائما إلى هذه المعرض، ماذا يشدني؟ إذا كما قال تنوع أروقتي، كثرة زواري، وغنى معرضتي، وتمثيل من مختلف القطاعات والجهات الكبرى. إذا غنكتب الجواب، إذا كناخذ جملة كما هي من النص، إذا غنكتب الجواب. إذا يشد الكاتب، إذا يشد الكاتب، يشد الكاتب، إذا يشد الكاتب إلى معرض مكناس، إلى معرض مكناس، معرض مكناس، ماذا؟ إذا نكتب الجواب كما هو في النص، يشد الكاتب إلى معرض مكناس تنوع، تنوع أروقته، تنوع أروقته، وكثرة زواره، وكثرة زواره، وكثرة زواره، وكذلك كما قال الكاتب، إذا وغنى معروضاته، وغنى معروضاته. إذا نكتفي فقط بهذا القدر، إذا كثرة زواره وغنى معروضاته. إذا ممكن زيد كذلك وتمثيله، وتمثيل لمختلف القطاعات، وتمثيله لمختلف القطاعات والجهات. إذا حيت كيجيو الناس كيعرضوا يعني المنتجات ديالهم من مختلف الجهات والقطاعات، يعني قطاع الصناعة إلى آخره، إذا لمختلف القطاعات وماذا والجهات، القطاعات والجهات. ننتقل إلى السؤال الخامس، ما هي المنتجات التي تعرض في المعرض؟ إذا جينا هنايا، حنا كنشوفوا دابا الطريقة كيفية الإجابة على الأسئلة. إذا نشوفوا والفلاحات والصانعون تنويعا للمنتجات المحلية المصنعة وغير المصنعة. إذا شنو من مختلف أصناف، خضر، فواكه، كالتفاح، البرتقال، الزيتون، زيوت، التمور، كذلك الأبقار، التيران، الخراف، الجمال. إذا كاين بزاف ديال المنتجات، حنا غنكتبو المنتجات المحلية المصنعة وغير المصنعة. إذا نكتبو المنتجات التي تعرض هي منتجات محلية مصنعة وغير مصنعة. إذا المنتجات التي تعرض، إذا المنتجات التي تعرض في المعرض، إذا المنتجات التي تعرض في المعرض، إذا المنتجات التي تعرض في المعرض هي منتجات محلية مصنعة وغير مصنعة، هي منتجات محلية مصنعة وغير مصنعة، منتجات محلية مصنعة وغير مصنعة، إذا منتجات محلية مصنعة وغير مصنعة، منتجات محلية مصنعة وغير مصنعة، مصنعة وغير مصنعة، وغير مصنعة. نعم كتبنا بالنسبة الجواب ديال السؤال. إذا بقى لنا السؤال السادس والسؤال الأخير، ما هي الفئات العمرية التي يجذبها المعرض؟ إذا نرجع دائما إلى حسب السؤال. إذا أما أروقات فتجذب إليها، إذا هالمعرض، إذا هنا يشدني دائما يجذب إليها إذا الصغار والكبار الذين يجدون فيها من يلبي فضولهم ثم يلتقطون صور للذكرى. إذا هنايا بالنسبة تجذب إليها الصغار والكبار، إذا الفئات، إذا هذا المعرض يجذب إليه الصغار والكبار، إذا هذا، إذا هذا المعرض يجذب له الصغار كما الكبار، إذا يجذب إليه الصغار، يجذب إليه الصغار كما الكبار، يجذب إليه الصغار كما، إذا يجذب إليه الصغار كما الكبار، إليه الصغار، إذا إليه الصغار كما الكبار. إذا بهذا، إذا هذا هو الجواب بالنسبة للأخير. وكاين في الفقرة الثالثة، إذا المعرض يجذب له الصغار كما الكبار. وبهذا نكون سالينا تصحيح المكون للقراءة. نتمنى لكم تكون، شكرا وإلى اللقاء.